الأخضر بلومي أسطورة كرة القدم الجزائرية. ولد عام 1958 في مدينة معسكر. بدأ مسيرته في نادي الأولمبي سامباك بمعسكر، لينتقل بعدها إلى عدة أندية جزائرية ويحقق العديد من الإنجازات والبطولات. ساهم بتأهل المنتخب الجزائري لكأس العالم في إسبانيا لأول مرة، ثم في المكسيك. اعتزل اللعب بشكل كامل في عام 1989. هل يعتبر أفضل لاعب بتاريخ الجزائر؟